برد بالثلاث. اي والله من سفرنا لليوم ما شفنا برد. كل المدة اللي سفرناها فوق الفوق 13 يوم تقريبا لنا مسافرين، ما شفت برد مثل البرد اليوم، مو طبيعي. تروشت بماي حار، ما طلعت الا الحمام بخور بخور. اي والله، والحين قاعد يم هالحنونه ذي. شوي نقوم نطلع المخيم، هناك في مخيم جميل، تجربه جميله. اي والله يا جماعه الخير، حقكم بالعافيه، ترى في اشياء واجد جميله عندنا بس تحتاج من يكتشفها. اي والله جاءت وبدلت وعينت من الله خير. شوف شو يقول، يقول مضيع الشاحن حق، انا عندي شاحن ايفون، جوال ايفون، ايه ما عندي اكيد. ايش يقول مضيع انا؟ يقول يعني انت ماخذ شاحنه. يقول ماخذ شاحنه ويوم سلطان قال ما اخذ، بس ما عنده جوال وايفون. ما عنده جوال وايفون، يمكن اخذها لاحد يودي لاحد. لا ما بكذا ما بكذا، يمكن باعه. يصير يمكن بعته. راضي اضحك اضحك اضحك. دورون الهوشه، والله ما بقعد في الغرفة، ما بعايف هالجو يا جماعة الخير، بقعد في الغرفة. والله صدقني تعبان دايخ. عم ابو علي صباح الخير. عم ابو علي مساك الله بالخير. طيب عمر عمر ايش فيك؟ بس بس بتطبخ عشاء؟ ايه شو بتطبخ؟ بس بطبخ كبسة. اعرف والله انها كبسة قبل لا اسألك، انا ما في جديد. شوف انت توني ترى متخانق مع اهلي. ايه بتفرجني ولا لا؟ لا والله روح خلاص روح. ايه اسمه بتهاوش مع الخاله معالي؟ ليش تتهاوش مع الخاله معالي؟ ليش تتهاوش مع الخاله معالي؟ ليش؟ يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله متهاوش مع معالي بيحط حرقته فينا. هذا مصلى، هذا مخيم. جماعة قاعدين هنا ما تغير شيء يبا، ما تغير شيء يبا. كان قاعد نأجل في فندق ولا في فيلا؟ الحين يا أبو كيان تعال بيك، تعال أبوي تعال. مو بنت المدير، مو باتفقنا إن هذه الطلعة طلعة استرخاء؟ ما في لا جوالات ولا شيء ولا مكالمات ولا شيء. شوفك لا بس بس ممنوع، ممنوع مكالمات في ذي الطلعة، ممنوع مكالمات. ايه جوالك انا اكلم اهالي. لقط جوالات، لقط جوالات، لقط بس جوالي انا، انا اصور سناب، انا انا غطي. انا اكلم اهالي. ما يجي ابراج الا هنا في الغرفة، حركات زي كذا مو بعدله ترى. ممنوع، ممنوع مكالمات الجوال. جوالات ما في، نطلع نسلمكم هنا ما في. نعم لما تطلعون اسلمكم جوال. نعم اكل، اكل سكريات ما في، اكل سكريات ما في. انا اقول لك قبل، يقول لك تروش ما في. لا لا في، لا لا تروش 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 قسم بالله لو ما تغير هذا شوف لك حل والله. طيب ما يخالف لو غيرنا بدويش، لو غيرنا من اللي يصلح يكون مدير على الرحله؟ انك عامي عمي كل هاللي واللي في وجهك ولا بشايف بالك ما شفت قبل كم من يوم وقفت مع رجولهم. اشوف دقيقه خلنا اشيك عليك، خلنا القي عليك نظره اخيره اشوف تصلح مدير ولا لا. شوف ايش دروس افتح 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 شوف نشيك برضك. شوف لا والله تصلح يا بدويش، تصدق تصلح ما شاء الله. شوف اشوف الفرع ورا، لا تصلح مدير. عطنا عطنا مشيه هيبه بدويش، خلنا نشوفك هيبه. اشوف قلت لك ذيك اليوم. لا لا سوها مره ثانيه، شوف ماشي ابي ماشي تقنعني انك مدير. ايوه ايوه بس والله تصلح يا بدويش، تدري ايش تصلح له؟ ايش رايكم؟ شو يا عم نوري؟ والله يا ابو معاذ شغلك طيب. تدري يا نوري اني لو طلعت مع ربعي اللي بالرياض يتحايلون علي علشان اشوي لهم ذره. انت ايه جاي شكلك شاطر. ايه ها شوف شوف جلب وجلب لا احد يشوي ذره زي شوف جدع فيه ابو معاذ، ها جدع فيه. لا جدع لا جدعت، لا جدعت لا نجدع ما ادري عاد يقول كذا جدع يعني لا لا تزد شلون لا تجدع. ايه كابيتال من واحد جدع فيه، لا جدع فيه. ايه كابيتال من لا لا جدعت فيه.
اي وسوي لنا الله يحفظك وين هي؟ لا تقول لي الله يرحم والدينك، لا تخرج لا تخرج الشغل.